السلام عليكم ورحمة الله. توقف قلب الإعلامية الكويتية فجر السعيد خلال عملية جراحية. أكدت عائلة الإعلامية الكويتية فجر السعيد أنها بوضع صحي حرج وأنها موجودة في المستشفى في غرفة العناية المركزة، وطلبت من محبيها الدعاء لها. وكانت وسائل إعلام كويتية قد أكدت تعرض فجر لنزيف داخلي حاد، وقد تم إدخالها غرفة الإنعاش ووضعها الصحي غير مستقر. وكان كانت فجر بحسب الأخبار التي أوردتها مواقع كويتية قد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وأعادت تشغيله نتيجة لإجراءها عملية جراحية في مستشفى خاصة. وطلبت النجمة الإماراتية أحلام من جمهورها الدعاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد التي تعرضت إلى نزيف حاد صباح اليوم أدى إلى توقف قلبها أثناء إجراءها عملية جراحية. وغردت الفنانة أحلام على حسابها الرسمي بموقع تويتر تدوين مرفقة بصورة الإعلامية فجر السعيد، وقالت فيها: يا رب اشفيها شفاء لا يغادر سقما، استودعك الرحمن الذي لا يسهى ولا ينام، أمنتكم ادعوا لها أمانة، كل من يشوف البوست يدعو لها.